3 إلى 4 أشهر، يا دوب 4 يعني إلى 5 5 شهور. أشهر نعم تقريبا. نعم طيب نعم الإصابات الأخرى، الربطات الجانبية الأنسية والوحشية دكتور، أول شيء أيهما أكثر عرضة نعم للإصابة، نعم وأيهما سوءا في التشخيص أكثر؟ نعم نعم هذا سؤال مهم حقيقة. الأربطة الجانبية إما الأنسي أو الوحشي. الوحشي. الأنسي يعني الداخلي. الآن هاي الإصابات عادة، إصابات الرباط الأنسي هي أكثر شيوعا، وعادة تكون إصابات بسيطة، يعني حركة خاطئة ممكن تسوي إصابة في الرباط. بنقسمها إلى مراحل، إذا كان مجرد إجهاد على الرباط أو تمزق جزئي وأحيانا تمزق كامل. حتى التمزق الكامل إذا كان منفرد مش جزء من إصابة أخرى، يعني إصابات أخرى في المفصل، علاجه عادة يكون تحفظي، بمعنى آخر نستخدم جهاز إسناد خارجي بحيث يمنع الحركات الإجهاد على الرباط، وهذا الحكي من 4 إلى 6 أسابيع، وبعدين بتعافى المريض من الإصابة مع كمان برنامج التأهيل. المشكلة وين حقيقة؟ إصابات الرباط الوحشي الخارجي. هذه عادة في صعوبة في تشخيصها. يعني أول شيء إصابتها إصابة قوية، غالبا ما تكون مشاركة لإصابات أخرى، يعني في إصابات أخرى مثل إصابة في الغضروف، إصابة في الرباط المتصلب الأمامي، أو إصابة في الرباط المتصلب الخلفي. الآن تشخيصها صعب حقيقة. كثير من الأحيان الأطباء اللي بيعتمدوا على الرنين ما بيقدروا يشخصوها. يعني أنا عندي حالة، لا، لازم تشخيص الناظور تحديدا، لا ولا بالناظور، هو لا هذا عشان الرباط خارج المفصل كلينيكي. بالضبط، سريري، تشخيص سريري. بمعنى آخر إذا ما فكرت فيها وعملت التشخيص السريري الدقيق لإلها، يعني في هون الفيديو رقم 4، هاي حالة مرضية أنا عالجتها. الآن إذا بتشوف الفيديو، إذا بعرض لنا إياه، بتشوفي كيف المريض هلا طلع عدم الثباتية، اوف، واضح هذا سريري، هذا بصورة الرنين ما أظهرت قطع الرباط، وبنفس الوقت يعني انفلات بالركبة كأنه. طلع كيف في رخاوة في الرباط الخارجي. اوكي شوفي كيف بنيمه على بطن، بنرد نفحص ونتاكد، شوف الدوران، هذا اصابه حقيقه اصابه قويه قطع بالخارجين. في الرباط. الان صوره الرنين بتحكي انه طبيعي التقرير، ما ما في بين عنده فيها. اصابه. طلبت من طبيب الاشعه يعيد الصوره بشكل مائل في صوره خاصه مقاطع اظهرت الاصابه، ولهذا لابد من حقيقه التشخيص التشخيص السريع. الصح. وتلاحظي هذا المريض انا عملت له عمليه بنسميها بالتداخل البسيط. شوفي هاي قبل العملية، اللي بتشوفي هون الإصابة، بجوز هذا الفيديو اللي قبل، خلاص بيقدر تعرض لنا الصورة رقم 7، الصورة رقم 7. لا شوفي هذا المريض نفسه عملت له عملية، هاي العملية بالتداخل البسيط، هاي العمليات كانت عمليات كبيرة، كان يفتحوا جرح كبير وياخذوا الوتر البايسبس من الخلف. الآن صرنا نعملها بالتداخل البسيط، بحيث إذا شايفي هون على الصورة اللي على اليسار، برسم أنا قبل إجراء العملية، شايفي جرحين صغار، بالضبط. كل جرح هذا الجرح يدوب واسع، يعني واسع حجم إصبعي إذا بتلاحظي هون، وبعدين مرقنا الوتر والخيوط من خلال هاي الجروح وزرعنا الوتر. هلا إذا بيعرض لنا الفيديو رقم 5 بهاي التقنية التداخل البسيط، هذا بيعطي شفاء سريع للمريض. شوفي هذا المريض في نفس المريض؟ نفس المريض، هذا اللي كانت رجله قبل شوي. فالتة. أي. شوفي هاي الجروح العملية، إذا تلاحظي كل جرح 2 سم تقريبا. الآن شوفي على 6 أسابيع كيف ما شاء الله. التأهيل، حركة كاملة، وبنفس الوقت إذا لاحظتي الانفلات مشيته تثبت يعني تماما، تثبت لأنه زرعنا له رباط. هذا الحكي في الحالات المزمنة. لكن إذا بيجيني مريض عنده إصابة حادة في الرباط الوحشي أو الخارجي، وقتها قرارنا في العلاج بيعتمد على طبيعة الإصابة وجود الإصابات المرافقة. بمعنى آخر في حالات بنعالجها بالأجهزة الإسناد الخارجي، في حالات بنعملها إصلاح، يعني عملية مباشرة ما بنستنى بنأخر العلاج، بنعمل إصلاح الرباط. طبعا ايش قد يستغرق كل وقت حالة ايضا إلها، حتى يرجع للنشاط اللي كل حالة يمارسه؟ إلها خصوصيتها. نعم يعني ايش قد احتاج وقت حتى يرجع يمارس النشاط المعتاد سواء كان رياضي او عادي؟ يعني في حياة مثل هذا الشاب، يعني في حياته اليومية على 6 أسابيع كان بيقدر يقعد، يلتئم. بيقدر يمشي جميل. بشكل جيد من غيره وكذا، يعني بيعيش حياته الاعتياد. لكن قبل ممارسة الرياضة لا شك بده من 4 إلى 6 شهور تأهيل قبل ما يرجع للعب، جميل، لأنه الخطر إنه تكرار الإصابة. طيب الآن في، بس عفوا بدي أكد على التشخيص السريري. يعني أنا عملت حالة إعادة زراعة الرباط المتصلب الأمامي لمريض عنده فشلت العملية بسبب إنه كان عنده إصابة في الرباط الخارجي الوحشي لم يشخص، وهي مسألة مهمة. يعني إصابتين في وقت واحد نعم، كانت؟ فكانت لم تشخص الرباط، فإذا ما شخصنا الرباط الخارجي وعالجناه بنفس الوقت اللي بنعالج فيه الرباط المتصلب الأمامي، هذا يؤدي إلى فشل في عملية الرباط بنسبة عالية، ولهذا لابد من التأكيد على هذه المسألة. تشخيص التشخيص السليم دائما، هو جزء التشخيص مهم، هو جزء نصف مهم. العلاج أو علاج. نعم.